ومن القاهرة مشاهدينا ينضم إلينا الدكتور هشام البقلي، باحث مختص بالشأن الإيراني والخليجي. دكتور هشام، مرحبا بك. مرحبا بك. إذا دكتور، يعني زيارة لوزير الخارجية الإيرانية قبيل أيام إلى دمشق وذلك قبل القمة المرتقبة في طهران، كيف يمكن النظر إلى ذلك؟ طبعا هذه ليست الزيارة الأولى فقط في دمشق، كان قبلها في تركيا أيضا. تفضل. يعني بالطبع التحركات الإيرانية في تركيا والزيارات المتبادلة بين الأطراف الإيرانية والسورية بجانب الطرف الروسي كلها تهدف إلى التقدير إلى العملية العسكرية التي ستقام في إدلب من أجل القضاء على أثر معاقل الجماعات المسلحة المتواجدة على الأراضي السورية. إيران وسوريا وإيران وتركيا بجانب روسيا يريدان التنسيق الجيد لهذه العملية، حيث أن القوى الدولية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية تترقبت تلك العملية وتحذر من وتبدأ التحذيرات من استخدام أسلحة كيماوية وتحذر من الاعتداء على المدنيين وغيرها. فإذا هناك ترقب دولي بتلك العملية ومخاوف دولية من هذا الأمر، لذا يجب أن يكون هناك تنسيق جيد ما بين الأطراف الثلاثة إيران وروسيا والنظام السوري من أجل القيام بالعملية والرفض على يعني أي اعتراضات تأتي من الجانب الدولي خاصة الولايات المتحدة الأمريكية. ورأينا أمس أن الرئيس الأمريكي ترامب قد حذر مرة أخرى النظام السوري من مغبة الهجوم على إدلب وأسماه بأن يكون هجوما متهورا. لذا نحن نرى أن المجتمع الدولي يريد استمرار الأوضاع أو بعض القوى الدولية تريد استمرار الأوضاع في سوريا على ما هو على ما هي عليه، لا يريدون تطهير الأراضي السورية بالكامل من العناصر الإرهابية ومن ثم الانتقال إلى نظام سياسي بصرف النظر عن وجود من سيكون على رأس النظام. هذه ليست القضية، ولكن القضية التي نريدها جميعا هو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية بعيدا عن التنظيمات المتطرفة، وبعد ذلك ننتقل إلى العملية السياسية. لذلك رأينا الزيارات الإيرانية خاصة أن إيران لها تواجد معروف ودعم قوي للنظام السوري، وهذا يعترف به إيران ويعترف به النظام السوري أيضا، طبعا مصالح في سوريا وأيضا روسيا، بجانب أيضا التحضير إلى القمة الثلاثية التي ستجمع تركيا في روسيا وإيران في طهران. تلك القمة التي ستضع الملامح النهائية لتلك العملية في سوريا ومسألة تحرير إدلب وإقناع الطرف التركي بأن يكون حليفا لهم على الأقل دبلوماسيا وألا تكون هناك اعتراضات، وكيف سيقف الثلاث أمام الاعتراضات التي تواجهها سوريا من جانب عناصر المجتمع الدولي على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أيضا. طيب دكتور هشام، يعني بالنظر إلى ما نشاهده في إدلب، هناك حديث يدور بأن مصير ملف إدلب مرتبط بمصير التواجد الإيراني في سوريا. التواجد الإيراني في سوريا مستمر بالطبع، يعني حتى يعني طبعا هو تحرير سوريا بالكامل وأخذ المعاقل في إدلب ليس الأمر مرتبط بالفعل ببقاء إيران. إيران باقية في سوريا حتى بعد تحريرها، إن لم تكن متواجدة عسكريا سيكون هناك من يسمون بالمستشارين العسكريين داخل سوريا، سيكون هناك تواجد أو يعني تأثير إيراني على أي اختيارات ستتم في الشأن السوري، سواء على تشكيل حكومات أو حتى الاتيان برئيس جديد. إيران يجب أن نكون أكثر واقعية ونعترف أنها لاعب أساسي في الملف السوري وفي المنطقة بالكامل في الوقت الحالي، هذا أمر لا يمكن أن نغفله حاليا. في مسألة تواجدها في سوريا تنتهي بانتهاء عملية إدلب، قد ينتهي جزئيا كانسحاب بعض القوات أو ما إلى ذلك، ولكن لن ينتهي التواجد الإيراني في سوريا بانتهاء العملية في إدلب. إيران باقية في سوريا إلى أن يتم إلى أن تستقر الأوضاع، سيظل الارتباط النظامي ما بين الدولة السورية والدولة الإيرانية قائما، خاصة أن إيران تعتبر سوريا هي البوابة الرئيسية لها على العالم. نعم نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات دكتور هشام البقلي، باحث مختص بالشأن الإيراني والخليجي، حدثتنا من القاهرة.